مساء الخير مشاهدينا، واهلا بكم الى حلقة جديدة من سبورتيفا والذي تتابعون فيه اليوم. المنتخب الوطني لكرة القدم تحت العشرين عام يستعد للقاء بوركينا فاسو في التصفيات الإفريقية. فريق الاتحاد ينهي مشاركته في بطولة كأس إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد في مركز الوصافة. وفي انطلاق مرحلة إياب نهائيات دوري كرة السلة، الأهلي طرابلس يتفوق على الاتحاد في ديربي العاصمة. حددت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم يوم 10 من شهر مايو المقبل موعدا لانطلاق مباريات الدور الرباعي ومرحلة التتويج بلقب بطولة الدوري الممتاز. وبحسب الاتحاد فستنطلق أيضا منافسات مرحلة تفادي الهبوط يوم 9 من الشهر القادم، كما ستجرى عملية سحب قرعة وجدول المباريات الشهر المقبل بطرابلس. وتقرر أيضا أن تقام جميع المباريات دون حضور الجمهور على ملعبي شهداء بنينة وملعب مصراتة. كما تم تحديد 13 من شهر يونيو المقبل موعدا لانطلاق منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس ليبيا. يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم تحت العشرين عام استعداداته للقاء المنتخب البوركيني في تصفيات أمم إفريقيا لكرة القدم للشباب. تفاصيل أوفى مشاهدينا في سياق هذا التقرير. ضمن استعدادات المنتخب الوطني تحت العشرين للمشاركة في التصفيات الإفريقية وقبل لقاء بوركينا فاسو، أجرى المنتخب الوطني أول لقاء ودي مع فريق المحلة على أرضية ملعبه شباب الفرسان بقيادة المدرب عياد الياضي، وقبل التوجه إلى بوركينا فاسو لمواجهة الأحصنة في 13 من مايو المقبل. فإحنا الوقت فعلا يعني ضيق ضيق جدا، عندنا إن شاء الله مباراة ودية بعد الاختيارات يعني حتكون في مصر مع المنتخب المصري، ومن بعد نمشي لمباراة بوركينا فاسو اللي هي في التصفيات الأفريقية، وبعدها عندنا مباراة العودة، وبعدها عندنا الاستحقاقات هذه الدورة تاع ألعاب البحر المتوسط. رغم قلة الإمكانيات وضيق الوقت وضعف المسابقة، إلا أن الجهاز الفني للمنتخب يحاول تقديم كل ما لديه من أجل الوصول إلى الأدوار المتقدمة من التصفيات الإفريقية. طبعا بيستمر معسكراتنا احنا من هنا داخل مدينه طرابلس لاجراء بعض المباريات الوديه مع الفرق المحليه، ومن ثم سنغادر طرابلس بعون الله الى جمهوريه مصر العربيه لاقامه مباراتين. المباراه الاولى ستقام يوم 30/4 والمباراه الثانيه 3/5. الفرسان يستعدون قبل واقعه واغادوغو حاملين معهم امال وطموحات الجماهير الليبيه من أجل تكرار ملحمة منتخب الناشئين. حسن خليل لقناة ليبيا الأحرار طرابلس. فاز فريق المدينة بلقب بطولة طرابلس لكرة القدم بعد فوزه على فريق الاتحاد بفضل ركلات الترجيح. المباراة التي أقيمت على ملعب الأكاديمية انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل دون أهداف، ليتم اللجوء لركلات الترجيح التي حسمها الأخير بنتيجة 4-3 لصالح فريق المدينة ليحقق لقب البطولة. هو بطل طرابلس تحت سن 20 سنة لفئة الأواسط، بعد أن سجل المتميز منتصر عبد الجبار بصراحة أداء مميز وباهي وزاهي لفريق. أنهى فريق الاتحاد مشاركته في بطولة كأس إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد التي احتضنتها العاصمة المصرية القاهرة في المركز الثاني، وحصل الفريق على وصافة البطولة بعد خسارته المباراة النهائية أمام فريق الأهلي المصري بنتيجة 24-12 هدف في النهائي. يشار إلى أن الاتحاد قد حصل أيضا على الترتيب الثاني في البطولة العربية لكرة اليد التي أقيمت بتونس مؤخرا. وينتهي اللقاء مشاهدينا الكرام، مشاهدي الأهلي. وللحديث مشاهدينا حول موضوع وصفة فريق الاتحاد لكرة اليد لبطولة كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد المقامة حاليا بالعاصمة المصرية القاهرة، ينضم إلي عبر الهاتف من القاهرة ناصر العجمي مدير لعبة كرة اليد في نادي الاتحاد. سيد ناصر، بداية أهلا بك، كيف تقيم مشاركتكم في البطولة الإفريقية وخصوصا مباراة النهائي أمام الأهلي المصري؟ سيد ناصر لو تسمعني. سيد ناصر، كنت قد سألتك لو كنت تسمعني عن تقييمكم لمباراة فريق الأهلي المصري في نهائي البطولة.
البدايه نشكر الاخ على الاستضافه و شكرا. وزي ما تعرف المباراه وصلنا الدور النهائي الحمد لله رب وفقنا ما وصلنا للدور النهائي كنا طرف نهائي افريقيا والان المباراه النهائيه ما حالفناش الحظ لما تعرف ان فريق الاهلي المصري فريق قوي عنده زاد بشري دائما في البطولات وعلى ارضه وعامل ارض وجمهور ساعدهم هذا والحمد لله يعني حتى الوصافه الحمد لله رب وقدر الله ما شاء الله ان شاء الله نحصل البطولات القادمه ان شاء الله نقدم المستوى الطيب يعني. طيب الفريق وفي زمن ضيق حق يعني حقق وصافه البطولتين العربيه والافريقيه فعليا هل يعطيكم هذا دافع لتحقيق اللقب على مستوى دولي في المشاركات القادمه وايضا ما الذي ينقصكم لذلك؟ والله زي ما تعرف الحمد لله ربي وفقنا في البطوله العربيه ولعبنا المباراه النهائيه والبطوله الافريقيه كذلك لعبنا في المباراه النهائيه ان شاء الله نواصل على نفس المنوال ونأدي الأداء ان شاء الله في البطوله القادمه عندنا توا الدوري الليبي زي ما تعرف انت الفتره ضيقه الحمد لله زي الليبي أكد عليهم والجلال الحسن ومتأملين إن شاء الله في الفترة الجاية إن شاء الله عندنا معسكر الفولاذي القريب في تونس وتكمل الدوري الليبي ودائما فريق الاتحاد صراحة عنده مشاركات نحاولوا أن في المشاركات القادمة من نفس المشاركة اللي شاركنا في البطولة العربية الأفريقية إن شاء الله نقدم المستوى الطيب اللي يشرف الكرة الليبية وجماهير الليبية عامة وجماهير الاتحاد خاصة. نعم بالتوفيق لكم ناصر العجم مدير لعبة كرة اليد في نادي الاتحاد كنت معي عبر الهاتف من العاصمة المصرية القاهرة شكرا جزيلا لك. تصدر فريق الأهلي طرابلس لكرة السلة نهائيات الدوري الليبي مع انطلاق مرحلة الإياب للنهائيات بتفوقه مساء اليوم على نظيره الاتحاد ب 77 نقطة مقابل 67 في قاعة طرابلس. ربع اللقاء الأول حسمه الاتحاد ب 24 مقابل 18 واصل الاتحاد هيمنته أيضا في الربع الثاني وأنهاه ب 36 نقطة مقابل 31 ليعود بعدها الأهلي وينهي الشوطين الثالث والرابع لمصلحته ب 77 نقطة مقابل 67. سبورتيفا متواصل مشاهدينا وتتابعون فيه بعد حوار اليوم. بعد فوز نابولي على اليوفي فرحة صاخبة بين جماهير نابولي ومدرب الفريق يقول إن الفرحة تتخطى كل الكلمات. فاجأتني أنها تحدث في ليبيا في هذا التوقيت بالذات يعني. وبالتالي كانت مفاجأة في توقيتها ولكن لم تكن مفاجئة في إمكانية حدوثها لأن الإمكانية كانت قائمة لا محالة. لكن الذي حدث أن النظام حقيقة هو الذي أشعل الثورة بهذا العنف وبهذا القتل. حالة مصر وحالة تونس اللي هي أعطت للشباب قناعة أن ذلك ممكن. للأسف هذه الوثيقة سفهت وأدلجت وبعض كان يشوف أن الإخوان المسلمين هم اللي دايرينها. في الحلقة القادمة من أرشيف وتاريخ تشاهدون في جزئه الأول لقاء مع رئيس المكتب التنفيذي التابع للمجلس الوطني الانتقالي السابق الدكتور محمود جبريل حول فترة توليه منصبا في نظام القذافي وانطلاق ثورة فبراير. أرشيف وتاريخ يأتيكم في الأوقات التالية. أهلا بكم مجددا مشاهدينا في فقرة حوار اليوم حيث عبر مشجعو نابولي باحتفال صاخب عن فرحتهم بعد فوز فريقهم يوفنتوس نابولي على يوفنتوس أمس في الدوري الإيطالي لكرة القدم والحفاظ على حظوظه في الفوز بلقب سكوديتو. فرحة الجمهور وآراؤهم نتابعها في هذا التقرير. كان الاحتفال صاخبا فالحدث لم يصنع بطريقة سهلة وهكذا عبر عشاق جماهير نابولي. فبعد فوز فريقهم على يوفنتوس في الدوري الإيطالي يحافظ نابولي على حظوظه في الفوز بلقب سكوديتو للمرة الأولى منذ عام 1990 عندما كان الفريق متوهجا ونال بقيادة دييغو مارادونا ألقاب دوري جنة كرة القدم وآخرهما في موسم 89-90 ليستعد مشجع فريق جنوب إيطاليا ذاكرة لا تنسى في مسيرة حبهم للفريق. تutta la
لقد كانت الولادة الأولى من أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا، لا أحد يمكن أن يهزمه، والآن هناك عمل جماعي وما نزال سعداء بهزيمة يوفنتوس لأن ذلك مثل الفوز باللقب. بتحقيقه الفوز بهدف دون مقابل على فريق السيدة العجوز ليقلص الفارق إلى نقطة واحدة قبل نهاية الموسم بأربع جولات. سنسهر الليلة كلها لأنهم الأبطال الحقيقيون، نريد مؤازرتهم إلى النهاية، نحب نابولي، إلى الأمام نابولي. هكذا عودتنا الجماهير في بلد الكاسل نوفو، فالكالشيو يعني لها الكثير، ولكن الجولات الأربعة القادمة وحدها كفيلة بأن تستمر الفرحة في عاصمة الكامبانيا، أم أن السيدة العجوز ستجر كأسها مثل ما فعلت في السنوات الماضية؟ وللحديث عن مباراة اليوفي ونابولي ينضم إلينا عبر سكايب من ميلانو محمد بوكبدة، المراسل والمحلل الرياضي للقناة. وكبدا بداية أهلا بك، فوز مهم كان لأبناء المدرب موريتسيو ساري قبل انتهاء الموسم بأربع جولات أمام من هيمن على بطولات إيطاليا لسنوات. بالتأكيد فوز مهم لم يكن مصيري بالنسبة لموريتسيو ساري لنابولي، غير متوقع لأن نابولي لم يسبق له أن فاز في يوفنتوس ستاديوم، بل لم يسبق له أن حصد أي نقطة في يوفنتوس ستاديوم، ست مباريات ست هزائم، لذلك كل التوقعات كانت لصالح فريق أليغري، ولكن ما حدث قلب كل الموازين لصالح ساري. الجدول يبدو أسهل على الورق لنابولي الذي سوف يواجه مباراتين بمنتهى الصعوبة ضد تورينو وسندوريا. نعم محمد، هذا كنت ما سنسألك عليه، يعني المهمة حتكون صعبة على الفريقين، وهنا يعني سنتعرف على من سيكون صاحب المشوار والنفس الأطول، فيوفي يعني يلاقي انتر في ديربي إيطاليا، وأيضا نابولي سيواجه العنيد فيورنتينا. اليوفنتوس سوف يواجه الانتر في الجولة المقبلة ونابولي فيورنتينا، ولكن أكثر من هذا يوفنتوس سوف يواجه روما في مباراة أخرى في ديربي آخر ما بين قوسين، ديربي الثمانينيات، عكس نابولي الذي واجه سامدوريا وتورينو. الجدول يبدو أسهل لصالح ساري ورجاله عكس أليغري واليوفنتوس المتعود، أليغري المتعود اليوفنتوس على الضغوطات، ولكن الآن يبدو هنالك نوعا ما شكوك. اليوم كل الآراء تتفق على أن أليغري هو المسؤول على هذه الأزمة لتحفظه الشديد، ولكن الترتيب العام لا يزال يقول يوفنتوس، الحماس يقول والجدول يقول نابولي، فلننتظر أربع جولات نارية بدون أي شك. نعم محمد، يعني لكن من الصعب التكهن من سيحمل اللقب في هذا الموسم، كذلك أيضا الأمور على صعيد الفرق اللي حتتأهل لبطولتي أوروبا لم تحسم بعد، وأيضا منافسات المنطقة الخطرة، هنا نحكي على منطقة الهبوط، لازالت مستمرة، هذا ما لم نراه في المواسم الماضية حتى الأنفاس الأخيرة من الدوري. ما الفرق بين ما يحدث الآن من إثارة وما يحدث أو ما حدث في المواسم الماضية من الكالشيو؟ هنالك أشياء جديدة. أولا الأربع المقاعد التي تؤهل إلى دوري الأبطال، هذا أحد الأسباب، تراجع مستوى اليوفنتوس الذي لم يجدد صفوفه بشكل عميق في الميركاتو، ومن ثم تألق لاتسيو، يجب أن نشكر لاتسيو على هذا التألق، وإلا لرأينا إنتر وروما يحسمان التأهل لدوري الأبطال مبكرا. بالنسبة للمنطقة الخطرة أو منطقة القتال من أجل تفادي الهبوط، عودة سبال، عودة كروتوني وتراجع كييفو، هذه هي الأسباب. أصبح الآن الفوارق على صعيد المستوى أصبحت متقاربة جدا، عكس الماضي كانت المباريات تحسم والمنافسات تحسم مبكرا، هنالك تراجع من قبل الكل نحو الوراء وتحسن من قبل فرق العاصمة روما. نعم خليك معي محمد، نمشي لأبرز ما قال المدربين للفريقين نابولي ويوفنتوس بعد المباراة، فعقب أيضا المباراة قال المدرب اليوفي ماسيميليانو أليغري أن نابولي أو لنابولي الأفضلية في المباريات القادمة، مضيفا أن يوفنتوس قادر على تقديم أداء قوي في المباريات المتبقية له. في المقابل عبر مدرب فريق نابولي موريتس يوساري عن فرحته بالفوز الذي جعل جماهير المدينة سعيدة بذلك، نتابع. بناء على توقعات الجميع، فريق نابولي هو المؤهل للفوز باللقب بسبب المباريات المتبقية له في الدوري،
لكنني أؤمن بأن فريق يوفنتوس قادر على تحقيق أداء قوي في مبارياته المتبقية، وسنبدأ انطلاقا من يوم الثلاثاء الإعداد للمباراة في ميلانو ضد انترناسيونالي، وستكون هذه مباراة حاسمة بالنسبة لنا. أحس بأنني منحت المدينة مشاعر الرضا لأننا الفريق الوحيد الذي يمثل هذه المدينة، ونحن المدينة الكبيرة الوحيدة التي لديها فريق واحد، ومنحنا هذه الليلة فرحة كبيرة تتخطى كل الكلمات. بالعودة لك محمد وللحديث عن تصريحات المدربين، تصريح أليجري واللي قال فيه إن نابولي المرشح الأبرز لنيل اللقب، كيف تقراه؟ هل فعليا اليوفي قادر على نيل اللقب مثل ما تفضل المدرب وقال؟ بدون أي شك مصير يوفنتوس بين يديه، أي أنه يكتفي أو يكفيه الفوز بكل المباريات بدون انتظار نتائج نابولي للفوز باللقب. يوفنتوس متعب على هذا النوع من الضغوطات، ولكن الشكوك حول أليجري قد تكون سلاح ثمين لصالح نابولي مع الجدول. اليوم جمهور اليوفنتوس بعد المباراة كان غاضب جدا من أليجري لتحفظه الشديد. أنا لست مع هذا الغضب. اللياقة البدنية خصيصا من قبل بعض العناصر كانت العامل لتحفظ أليجري، علاوة على تحفظه الكلاسيكي، ولكن لا يمكن أن ننتقل من مدح أليجري كخبير تكتيكي وكعبقري تكتيكي من بعد مباراته ضد ريال مدريد إلى اتهامه بأنه لا يفقه شيء أو أي شيء في كرة القدم. يجب أن هناك توازن. بالأمس مباراة كانت متكافئة وحسمتها جزئية بسيطة أي الركنية. بالنسبة لي ساري دائما متحفظ، لا يكشف أبدا أوراقه، لا يعبر عن حماسه. بالأمس بالتأكيد أكبر انتصار في مسيرته بالرغم من تقدمه في السن، في مسيرته الشابة كمدربة. حنرجع نحكي على نقطة اليوفي وتراجع البدني زي ما قلت محمد، ولكن نقطة مهمة هي الكل في نابولي ركزوا على شيء واحد وهو إسعاد جمهور المدينة، وهذا ما تمثل في تصريحات المدرب أيضا. وعادة الجزئية هذه كافية لمنح اللاعبين الجرينتا زي ما نعرفوا لتحقيق اللقب، تتفق ولا تختلف معي؟ لا بالتأكيد أتفق معك، لأن الآن الحماس عنصر وورقة هامة جدا في المباريات الأخيرة، لأن فوز نابولي بالمباريات الأخيرة قد يشكل ضغط كبير، كما أن مباراتي إنتر وروما أي أعداء اليوفنتوس التقليديين بالتأكيد عقبات كبيرة جدا أمام اليوفنتوس. إنتر يريد التأهل لدوري الأبطال وهو شيء حاسم، وسوف يلعب مباراة الحياة والموت لكي يساعد نابولي على الفوز باللقب. كذلك روما بغض النظر عن نتيجة روما في دوري الأبطال، مباراة ضد اليوفنتوس قد تكون حاسمة لضمان المقعد الثمين جدا على الصعيد الرياضي والمالي. نعم خليك معي، وحنحكي على روما وليس ببعيد يعني على إيطاليا، حيث يستعد فريق العاصمة روما لمواجهة مستضيفي ليفربول ضمن نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب الأنفيلد. المباراة ستكون صعبة على الفريقين، فبعد غيابهما عن هذا الدور منذ سنوات طويلة يسعى كل منهما لبلوغ النهائي، فروما يدخل المباراة بقوة هجومه في الكرات العرضية معتمدا على مهاجمه البوسني إيدن تشيكو لتفوق على دفاع ليفربول، إذ جاءت هذه الكرات بنتائج إيجابية في المراحل أو في المرحلة الأخيرة من الموسم لذئاب روما. في المقابل فأن يورغن كلوب الذي قادها بروسيا دورتموند في مواسم سابقة إلى أدوار نهائية في هذه البطولة لديه مجموعة لاعبين بإمكانهم التأهل النهائي وضمان النتيجة من مباراة الإياب، وعلى رأسهم المصري محمد صلاح. محمد نأتي للحديث الآن عن ممثل إيطالي الذي غاب لسنوات قبل أن يعود من جديد للمربع الذهبي للبطولة الأكبر أوروبيا على صعيد الأندية، كيف ترى حظوظ روما لمباراة الغد أمام ليفربول؟ أعتقد أن بالنسبة للتأهل أعتقد أن مواجهة متكافئة بالنسبة للفريقين 50% 50%، كلاهما لديها نقاط قوة ونقاط ضعف. لذلك أنا مع من يقول أن النهائي المبكر هو بين ريال وبايرن، ولكن بالتأكيد المواجهة بين ليفربول وروما لها مذاق خاص، خصيصا عندما نتذكر ما حدث في نهاية 1985. بالنسبة لكلوب لديه أسلحة كبيرة وخطيرة جدا في الهجوم، من ماني إلى فيرمينيو إلى النجم المصري محمد صلاح أفضل لاعب في البريمير ليج. من ناحية أخرى الدفاع يقول روما، لذلك سوف نرى مواجهة بين التوازن لدي فرانشيسكو وبين الاندفاع الهجومي لكلوب. يجب أن لا ننسى أن كلوب متخصص في تحضير مباريات
القمم، لديه بعض نقاط الضعف في تحليل أو في تقدير المباريات ضد الفرق التي تبدو بمتناول ليفربول على الورق. لذلك اليوم كلوب قال الفارق بيني وبين دي فرانشيسكو لا شيء، كلانا لدينا لحية ولدينا نظارات وكلانا يحبذ اللعب الهجومي من الآن بدأت، لكن الملعب سيكون فاصل محمد. طبعا روما يعول في مباراة الأخيرة على الكرات العالية وحقق نتائج جبيرة زي ما قلنا بذلك مؤخرا، ولكن هل هذا السلاح سيكون فعالا أمام تشكيل المدرب يورغن كلوب في ظل تواجد كل من فان ديك وديان لوفرين أو لوفرين عفوا في قلب دفاع ليفربول؟ لا أعتقد أنه سوف يكون بنفس الفاعلية التي رأيناها ضد برشلونة، مباراة مختلفة تماما من الناحية التكتيكية. ليفربول أسرع بكثير، يلعب في أمتار معدودة عكس برشلونة الذي كان بدنيا منهار. حذاري من سرعة الثلاثي الهجومي لليفربول الذي يجري بسرعة ضوئية، نوعا ما المخاوف من البرازيلي في قلب الدفاع خوان جيزوس لروما. الصحف تحدثت عن هذه النقطة بالنسبة لروما. نعم محمد بوكبلة مراسل محلل لقناة ليبيا الأحرار كنت معي عبر سكايب من ميلانو، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا نذهب لنتابع بعض اللقطات لفرحة جمهور نابولي بالفوز على يوفنتوس. نبقى عالميا، حيث قال نجم ليفربول المصري محمد صلاح إنه سعيد جدا بتتويجه كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الذي جاء بعد مجهود كبير للاعب مع الفريق في البريمير ليج. أريد شخصيا مساعدة الفريق على الفوز باللقب، أضع دائما مصلحة الفريق فوق مصلحتي الشخصية، ولذلك فإن أهم شيء بالنسبة لي هو مساعدة الفريق على الفوز بلقب، ونحن على مقربة من ذلك في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وأمل أن ننجح في الفوز بهذا اللقب. إلى خبر آخر، حيث فاز فريق بروتلاند تيمبر على نيويورك سيتي بثلاثة أهداف دون مقابل ليكبده الهزيمة الأولى هذا الموسم في الدوري الأمريكي لكرة القدم. بدأ صاحب الأرض المباراة على أفضل وجه وتقدم في الدقيقة 26 بهدف من سيباستيان بلاكو، وضعف فانيندو أدي تفوق بروتلاند في الدقيقة 38 للمباراة قبل أن يضيف لاري مابيالا هدف الأمان لفريق بروتلاند تيمبرز في الدقيقة 66 ليساعده على الفوز بثلاثة أهداف دون مقابل. انتصر سان أنطونيو سبيرز يوم أمس على جولدن ستيت ووريرز ب 103 نقاط مقابل 90 نقطة ليتجنب الخروج دون أي انتصار من سلسلة لقاءاتهما في الدور الإقصاء الأول للمجلس الغربي لبطولة الرابطة الوطنية الأمريكية لكرة السلة. رفع سان أنطونيو تفوقه في الشوط الأول إلى 26 نقطة مقابل 16، ولم يوقف الفريق جماته في الشوط الثاني الذي أنهاه ب 50 نقطة مقابل 35. وفي الدقائق الأخيرة للربع الثالث خلص جولدن ستيت التفوق إلى 77 نقطة مقابل 71 بعد رمية من نجمه كيفن دورانت الذي تصدر قائمة مسجلي نقاط في المباراة. وتواصلت في الشوط الرابع هجمات دورانت القوية وأفلح في تقليص تفوق سان أنطونيو إلى 88 نقطة مقابل 86 قبل أن يستلم ماركوس ألدريدج زمام المباراة لسان أنطونيو مسجلا 22 نقطة ليساهم في فوز فريقه ب 103 نقاط مقابل 90. تلقى لاعب فريق أولمبياكوس ماركو مارين بطاقة صفراء في مباراة فريقه أمام أبولون سيميرينس في الدوري اليوناني لكرة القدم بعد افتعال السقوط لمجرد لمسه من حاكم المباراة. الألماني لاعب تشيلسي السابق احتج وزملائه على عدم منح الحكم ضربة جزاء في الدقيقة 91، وعندما أشار إليه الحكم بالابتعاد مع لمسه بيده لمسة خفيفة سقط مارين بشكل غريب، ما اضطر الحكم لمنحه البطاقة الصفراء.
ختام سبورتيفا، إلى اللقاء. We'll be right back.